السلام عليكم، وضعكم لايك للفيديو واشتراككم في قناة فكرة تشجيعا لنا للمزيد من العطاء والتألق. تستيقظ في الصباح وترغب بإلقاء نظرة على بريدك الإلكتروني أو حسابك على إحدى الشبكات الاجتماعية أو الولوج لحسابك في إحدى المواقع لتتفاجأ برسالة مفادها أن كلمة المرور الخاصة بحسابك تم تغييرها ودون أن تكون أنت من قام بذلك. السيناريو السابق قد مر على الكثير من مستخدمي الإنترنت في مرحلة من المراحل، لكن إن كنت ترغب بعدم تكرار هذا السيناريو أو تجنبه إن لم يكن قد مر عليك سابقا، فإليك ثلاث طرق لكيفية استيلاء الهاكرز على حسابك وكيفية حماية نفسك منها. تدوير كلمات المرور. أحد الطرق المعروفة لاستيلاء القراصنة على الحسابات هي الحصول على كلمات المرور من خلال عملية تسريب البيانات لمواقع وخدمات مختلفة وتبادلها فيما بينهم. فمثلا عند تمكن الهاكرز من الوصول إلى قاعدة بيانات خدمة أو موقع معين، فإنهم يقومون بنشر معلومات للمستخدمين بما في ذلك الأرقام السرية لحساباتهم. وبالطبع إن كنت أحد الهاكرز فأنت تعرف جيدا من أين تحصل على هذه البيانات، وبالطبع تسارع هذه الخدمات التي تم الوصول إلى قواعد بياناتها من قبل الهاكرز بالطلب من المستخدمين تغيير كلمة المرور الخاصة بهم. لكن المشكلة لا تكمن في اختراق الخدمة نفسها فقط، فبعد أن يتم مشاركة هذه البيانات بين الهاكرز فإنهم يقومون بتجربة هذه الحسابات على خدمات ومواقع أخرى بنفس البريد وكلمة المرور. كيف تحمي نفسك؟ ببساطة شديدة، لكي تتجنب هذه المشكلة يجب عليك استخدام كلمات مرور مختلفة لحساباتك على شبكة الإنترنت بحيث تضمن عدم الوصول إلى حساباتك الأخرى كلها نتيجة اختراق حساب واحد على خدمة مختلفة. شبكات واي فاي غير الآمنة. أنت في مكان عام تريد استخدام الإنترنت، أخرجت هاتفك الذكي وقمت بالبحث عن الشبكة اللاسلكية المتاحة وفجأة ظهرت لك شبكة لا تحتاج إلى كلمة مرور. يا إلهي، ستقوم بالاتصال بها على الفور والسعادة الغامرة على وجهك، لكن قد تنقلب هذه السعادة إلى سرقة كافة بياناتك. الكثير من المستخدمين لا يولون أهمية لأمن شبكات واي فاي قبل الاتصال بها، وهي مسألة في منتهى الحساسية، فيمكن ببساطة تعقب موقعك وجمع بعض المعلومات عنك عند استخدام هذه الشبكات. أما السيناريو الأسوأ لأصحاب الحظ العاثر هو وصول أحد الهاكرز إلى كافة بياناتك بما فيها معلومات حساباتك على بعض المواقع والخدمات. كيف تحمي نفسك؟ قدر الإمكان لا تتصل إلا بشبكات واي فاي آمنة، كما ينصح بتفعيل أحد تطبيقات الفي بي إن على هاتفك عند استخدام شبكة واي فاي في الأماكن العامة. يمكن أيضا أن تعتمد على تطبيقات الهواتف الذكية المتخصصة في فحص شبكات واي فاي والتأكد من أمنها وتشفيرها، وتوجد هذه التطبيقات بكثرة في جوجل بلاي أو بلاي ستور، منها الآمنة ومنها الغير آمنة. السؤال السري. هناك استهتار كبير من قبل المستخدمين بالسؤال السري الذي يظهر لهم عند تسجيل حساب في موقع أو خدمة معينة. السؤال السري وضع بالأساس كخطوة تساعدك على استرداد حسابك في حال عدم قدرتك على الوصول له، وبالتالي يجب أن تأخذ الأمر على محمل الجد. الهاكرز خصوصا على بعض الشبكات الاجتماعية يقومون باستخدام هذه الحيلة لإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بالمستخدم من خلال تخمين السؤال السري. فهناك بعض الأسئلة السرية سهلة للغاية، مثل المدينة التي ولدت فيها أو الكلية التي تخرجت منها، ويمكن للهاكرز الوصول إلى هذه الإجابات من خلال نظرة سريعة على حسابك على فيسبوك. كيف تحمي نفسك؟
قم باختيار أسئلة سرية صعبة للغاية بحيث يستحيل على الهاكرز تخمينها، وقم بتدوين الأسئلة والإجابات في مكان آمن إن كنت تخشى نسيانها، ولا تشير فيها بأنها سرية. كانت هذه بعض الطرق التي يستخدمها الهاكرز للاستيلاء على حسابك، وسنتعرف خلال النصائح القادمة على طرق أخرى إن شاء الله.